معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من موسكو المحلل السياسي الروسي نصر اليوسف. مرحبا بك استاذ نصر. بعد احباط الرئيس مادورو محاوله الانقلاب عليه، اتهمه رئيس البرلمان في هذه المحاوله، كيف ترى الدور الامريكي فيما يحدث في فنزويلا؟ مساء الخير لكم وللساده المشاهدين. حياك الله. الدور الامريكي دور فعال ورئيسي في كل ما يحدث منذ بداية هذا العام، عندما أعلن رئيس البرلمان نصب نفسه رئيسا بدعوى أن الانتخابات التي جرت في أيار مايو 2018 لم تكن نزيهة ولا شفافة، وحصل تزوير كبير، وبالتالي شكك البرلمان بشرعية مادورو. ولهذا بقي الشخص الوحيد أو الجسم الوحيد المنتخب ديمقراطيا من الشعب هو البرلمان، ورئيس البرلمان خوان كوايدو، وبالتالي أصبح من حقه، اعتبر أنه أصبح من حقه أن ينصب نفسه رئيسا. وتلقى دعما قويا مباشرا من الولايات المتحدة الأمريكية عندما أعلن ترامب الاعتراف به. نعم، وزير الخارجية الأمريكي أيضا مايك بومبيو صرح قائلا أن التدخل العسكري الأمريكي في فنزويلا أمر وارد. من خلال هذا التصريح، ما شكل التدخل الأمريكي المحتمل في فنزويلا بحسب رأيك؟ نحن نعرف كيف تكون مثل هذه الأمور عندما تكون دولة عظمى مثل الولايات المتحدة لا تسعى من خلال هيمنتها وأموالها واقتصادها أن تشتري ذمم بعض الجنرالات وتجذبهم إلى جانب كوايدو، كما أنها تستطيع أن تتدخل بصورة أمنية من خلال السي آي إي. يعني هناك العديد من الوسائل والأساليب التي يمكن أن تتبعها الإدارة في واشنطن للتدخل ومساعدة كوايدو لإزاحة مادورو. نعم، طيب فيما لو حدث وتدخلت أمريكا عسكريا تدخلا مباشرا في فنزويلا، كيف برأيك سيكون رد الفعل الروسي؟ رد الفعل الروسي، يعني روسيا تدعم واستثمرت الكثير من أيام هوغو تشافيز. استثمرت الكثير، فهناك قروض يعني قروض مادية مباشرة وقروض لشراء أسلحة. التعاون العسكري التقني بين البلدين كبير جدا، وكانت وعلى مستوى النفط تعرفون ان روس نفط كذلك لها مشاريع ضخمه جدا في الاراضي الفنزويليه، والكل يعرف ربما ان فنزويلا احدى اكبر الدول تملك اكبر الاحتياطات البتروليه في العالم، وبالتالي روسيا ستحاول جاهدا ان تبقي على ما استطيع ان اقول انه موقع متقدم لروسيا في الحديقه الخلفيه الامريكيه الى ان يزول الصراع، وبالتالي لن تعدم الوسائل، كذلك ستستغل ما لديها من نفوذ ومن جنرالات ومن اتباع روسيا، ستستخدم كل هذا لتقويض جهود الولايات المتحده، لكنني أود أن أؤكد على أنني أستبعد تماما حصول مواجهة مباشرة بين الجيشين. يعني هذا مستبعد تماما، لأن لا يوجد مدح في مثل هذه الأمور. أيضا كوبا وتركيا فضلا عن روسيا دخلوا في خط هذه الأزمة، إلى أي مدى تعتقد أستاذ يوسف أن حلفا ما يمكن أن يكون لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية؟ بطبيعة الحال زميلي، هناك حلف قائم حاليا، يعني هؤلاء الدول الصين وروسيا وبوليفيا وكوبا ونيكاراغوا وإيران، وإيران لاعب قوي جدا بالمناسبة، يعني هذا يجب أن ننهض، لاعب قوي جدا لأنهم يدخلون في يعني حلف ما يسمى مواجهة الإمبريالية أو الشيطان الأكبر كما يسميه الإيرانيون. هذا الفعل، هذا الحلف قائم جدا، لكن الحلف الآخر أقوى بكثير، يعني لنكون واقعيين، يعني مع الولايات المتحدة توجد يعني كل الدول الأمريكية الجنوبية القوية الكبيرة من كولومبيا إلى البرازيل،
والاتحاد الأوروبي كذلك، وبالتالي إمكانية الحلف الآخر أقوى بكثير، وبالتالي نستطيع أن نقول أن حظوظ مادورو بالبقاء في السلطة طويلا تقريبا معدومة. شكرا جزيلا لك من موسكو المحلل السياسي الروسي سيد نصر اليوسف.